امي نامت عبكير سكر بي البوابي، انا هربت من الشباك ورحت العيد العزابي. شباكي معدومه مفتوح والبرداي عم بتلو، عرفوا بغيابي اهلي. يا دلي وين بدي روح، وين بدي روح يا دلي، عرفوا اهلي بغيابي. هاي بكل حفله بتغنيها. يعني الجيل انا بشعر معه من ناحيه، لان عندي اولاد وبقول الله يعينكم، لانه جيل المهمات والتعب والركض على تحصيل المعيشه ما فينا نلومه، لانه كانت الست من زمان عايامنا بس لبيتها، هلا لبرا وجوا يعني الى الفضل. وانا يعني في ناس بينتقدوني كثير، انا لا مش من هالنوع طبعا، ما بحب الست تاثر ببيتها، بس كمان اذا عم تشتغل برا لا مش عيب. كان في ستات تشتغل بس كانت قليله، كانت كله رجال والشباب. هلا بما ان هاجروا ثلاث ارباع الشباب لبنان، ما خلوا لنا شبابنا هون، انا بعرف من غير شر من ابني مسافر. ف يعني الله يعينكم، الله يعين شباب اليوم وصبايا اليوم ويعطيهم الصحه. نحن كان جيل القناعه والصبر، ما هو جيلنا كان يصبر كثير وبعده بيصبر، فمنشان هيك هالجيل ما عنده صبر. من يوم الخلق خلق جيل حرب، صار مضغوط وصار خلق بالحرب مأيوس، يعني من الإحباط بصير في إحباط، الإنسان ما بيعود إله خلق على حاله. ايه الاحباط بيعمل تشنج وبيعمل انت لا اسمحي لي اقول لك، الرجال له احترامه بس المره مش عبده. المره اللي متعلمت واتثقفت، انا مره ست بيت بس ولا يوم الا لما بقرا شيء او بسمع حوارات او بقرا جريده بقرا مجلات ثقافيه لحتى اتثقف، وانا بهالعمر مش حيلا اقرا شو غنت فاعصبون هالمطربين الجديد او دي ما بينفعوني. لا هلا انا بسمع موسيقى كتير وبحب الطرب وبحب الغنى الشعبي وبحب صنبوحة الله يرحمها، بحب فيروز، بحب وديع الصافي، فري الأطرش، عبد الوهاب. هلا في عندي نانسي عجرم، ونانسي بتجنن، نانسي صوتها حلو كتير لا يعلى عليه، وهيدي بحبها كتير، المهضومة كتير، ايه صبية صغيرة نسيتها مع اني بحبها كتير. يارا 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 بحبها كتير. إسا أنا ليش حبيتك؟ لأنك مهضومة. الجاذب بالشخص، جاذب بالشخص هو اللي بحب فيه، مش جماله بس. يعني اليوم شيء بسيط تشوفيه، أي حيوان مهضوم هيك بتستهضميه، كيف ما يكون بالأحرى الإنسان. هلأ مهما يقعد معك وأنا تملي من حديثي أو كون سميكة الدم، مهما كون حلو بتتضايقي مني. لا، ما الإنسان حلو ذوقه أجمل شيء بالدنيا، الذوق والاحترام. بتقليلي شو ميز نسوان قديم إنها تحترم جوزها؟ لأن كان في احترام بين الرجال والمرأة، اليوم ما في احترام، كلمة النهائية الاحترام، كلمة اليوم الاحترام. ميرسي إلكم، الله يخليك طول عمرك.